آيات بعد الله وحوله سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ابن جرير رحمة الله عليه آيات أمرك فسره وحجري ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك هل كان أمرك دول استاغي الله وحوله سبحانه وتعالى آيات هذا معنى الصمال قد المرة هذه ألا الدون لها تتكوح وكذلك لها أمت كريح لكن لو حولي تتكن إسخلافان كزولميا وخلافك وسنة كونية تتكن بني آدم كالله كل حبوري لكن خلافك لبن نقون كرة مد نب كيني كرة وتتكن برشدة نب كيني كرة هي مد خلاف تنوعه برشدة نب كيني كرين مركة كان للدينة يا تتكن يكو كلا تغان وكذب تكيني يهو تتكو عقيدة يا دينة يكو كلا تغان ألا أما مسائل كاجتهادك إيه مثلاً فقهة وشيء كان مثلاً بناية ما بناء يروح لم يتكاهي أرن كاسو واحد ضدك يكون أبورينهن لمن مرة مرك شيء خاصو مركو فسره إلا من رحم ربك ضدك إسخلافيان ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك هل كان مركو فسره يروح ليه فقالوا رحمة الله أهل جماعة ضدك إلا من رحم ربك ضدك الله ونحرسهم ويدتك إسخلافيان خلافك لو كذا وكيف تفرق كين يدتك عن دينتي يا عقيدة مرك يكون كلا تجانه أيوح ليه وحويا ضدك ليه إلا من رحم ربك وحويا أهل الجماعة وضدك أصاحبك من يقول أني كلمان وإن تفرق دورهم وأبدانهم ضدك هذي دون الدجان ندوه ذا مو كذا هي مدى بكود هكذا بدل هذا لكن كلمة واحدة بمدين سوا كلمة الإسلام هي عقيدة هي دين صاحب يكون مديسين دجان كودو أو كلفق مدى بكود أو كلا بدلن أيها دنا مديهنا وأهل الرحمة أما ضدك أهل المعصية ذاهي وحيو صاحبه يضدك معنا وحو يقال لماذا يمنافق لماذا يحقد يأرح ماذا يكتران وأهل الفرقة ضدك لا تكسموا يعني وإن جمع دورهم وأبدانهم هديرها من ميلها وذد جنادين مذا بكودنا مذها وذا النقضية سوء كاذينة وضد يقو كلا تكسن وتلمان تضدك أهل المعاصي ذا ذنوب تأو صاحبك وكلا تقى أو صاحبك لكن ذاتك إلهي أهل الرحمة الله دورتك المنطوضة وامحي وإن يكون إنسانيهين مذب كودة يدقان كودة هذا كلفك هذا ألا سبحانه وتعالى كساس وحو أمر يا مسلمين حرق ألا سبحانه وتعالى إني قبصدان وإن كوكا لتقين أرن كاس مركا إساقاهي وما مهمد إلهي سبحانه وتعالى أولاس وصار أنبياء ألا وحو لي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ألا وحو لي سبحانه وتعالى وحال وجود نبي محمد دين تحقيق وحي الله دردار مئولوجود نبي نوح يا وحي أن الله سبحانه وحي نبي وليه أدر دارا إبراهيم يا موسى يا عيسى ومحوها أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه دين توحوي أوغا هنا كوكلة تقنين إمام البغوي رحمة الله عليه ملك فسيري وحجري بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة فرقة والمخالفة إلهي سبحانه وتعالى وحي سوابحي أنبياء دمانتود وحنا أسوأ بحي دين تأني توسيان يجمع عذا يمدوا المسلمين تأني سوق كيانان كانت تجار مركب فرقة يوم مخالفات قدتك إن إسخلافان إن قدتك كذا رعيان ويكف جيان بابا دمان الله سبحانه وتعالى أنبياء أسوأ دري اللي ما حد يقدم بي أنا أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه دين تأني توسيان وأوجان إسلام مركب أنا أنلقوك لتجين ابن كثير سدوا كورهم يوحوا ليه وصى الله سبحانه وتعالى جميع الأنبياء عليهم السلام بالائتلاف والجماعة ونهاهم عن الاختلاف عن الافتراق والاختلاف هذا الكي بغوي ولا معنى يهي وأسكمد آيات كقرآن كهدان انتا كغتقنو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قار كم إذا هدي أنصوق هذا النو والنبي كورهم صلى الله عليه وسلم دتك من نمضوضة يمدوغا
حديث أورنيو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نبي كورنيو إمام مسلم في صحيح وكسه ساري وحولي أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. إلهي سبحانه وتعالى صدح برهال إذن كيهي صدحنا إلهي سبحانه وتعالى وإذن لنعي فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرغوا. صدح ذا الله سبحانه وتعالى إذن كرهاليه كو وحويا أن تعبدوه ويتنلبان ولا تشركوا به شيئا تصدحان وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرغوا. حرق إلهي إن القفصتان إذن أنكو كرتقين مد آتهين ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. صدحنا الله سبحانه وتعالى وإذن لن نعي قيل وقال هذا الكلام لا يعني ساساليري ساسال الشيخ ورآن سقنين ومستر يميل قفك وكسو قاطئ والله هو آنو جرينين قفك إنو ضدك المسلمين تأليحظة كفافيه أو كشاكيه أرنك الله سبحانه وتعالى ما أقول سيد وكلا كثرة السؤال الله وإذن لن نعي سؤال شبدا ومعنى السؤال أي حكمة ذي كجرين أما مارت وقفك وقتشيده قفك كحجي يوحي لمتكها كوا ويا كوا الله سبحانه وتعالى وإذا لنا عي. وكذلك تؤذن بس إضاعة المال حوله الله ليه حوله ضدك المسلمين تقيم يقف ديان قوام الدين والدنيا اللي بدو وكحرن حولها بركو حوله قفك إنه هل ليه وميل عن مناسبة هين أودجو تانا الله سبحانه وتعالى وإذا لنا عي. مرك حديث كأنك ماشى مهمة إنه كدري شنينه وأصدح دي نبي صلى الله عليه وسلم وليه رالب قال إذن كيهي متكم إذا محوها وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرغوا. إن الله سبحانه وتعالى حرق سقفصتان مركا أيضنا نكوك لتغن. إمام النووي رحمة الله عليه مركو شرحي حديثة كان والشيخ شرحي إمام مسلم وحليهي اعتصام بحبل الله. وأما الاعتصام بحبل الله فهو التمسك بعهده وهو اتباع كتابه العزيز وحدوده والتأدب بآدابه. هذا كان في روحه ما دام النبي نودر دارمي واعتصموا بحبل الله أي وحشو خيري اعتصام بحبل الله وحوله كذا التمسك بعهده واتباع كتابه العزيز قال لي بل انتي صدتك اني كنت دقان اسلامر كان اي راعان كتابك اللي اي شرفت له حدودي سأي كحدود يشان آدابتي سأي كآداب يشان وقفك النقضو ماركتاي قف إلهي سبحانه وتعالى كتابك ستتبيقي عمله بدري أنا إلى كتابك لأنه كمسو ديشن هي أمارة دينتا إنه بركي سنو معنى آخر سنو أما عبادتك كلي قفك وكاقاتمها هو قفك دينتي وامحي يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة قفك إنه دينتي دمان تدقاته الذين توامحي كلية لا يتجزأ وشيء كلية لما يسترنه مقوق أضغل لكن إما انقاذنا يا إنه وانكتك يا مايا مركا إمام نوح لي يا حرق إله النبي الشيخ وإله كتاب كيسا قفك مركو إنه قفصده حدودي سكا حدود يشو حلاشي سحلاشده حارانتك حرام يشو أدابتي سكا أداب يشو ساسا لقربا وإيهي إلا وكيري مركا هذا النبي صلى الله عليه وسلم ليهي ولا تفرقوا وحليه فهو أمر باللزوم جماعة المسلمين وأمر النبي حقيسة كيميو النبي قوحنا أمر يا جماعة المسلمين تروح مسلم كأنه لاسمه إيه إنه مرك غاربة غاربة كالأسوة الضنمه ويسوي ماذان أرنك هاسو مرك هاسوحو الإمام نويري. وهذه إحدى قواعد الإسلام قواعد دواوين إيه دينة إسلامك متكم دوية تطكو إني فرقضة إياك لا تقى إسكا إلاليان مدوغ إيا من مدنا أي آدو إلاليان واتير كم إذا تيرك دينة إسلامك وانا مد كم إذا صدح إلهي سبحانه وتعالى إنه وقر هالي هاي ساسو مرك هذا الكيسة وكو يري إمام النووي رحمة الله عليه. حديث كذا أنت كقود بحديث لبعض ونبقى كورن صلى الله عليه وسلم الحارث الأشعري حديث كان إمام أحمد الترمذي باصو صاري وأنا صحيح شيخ الألباني رحمة الله عليه وصحيح يالي في مشكات المسابيح
نبي يقول صلى الله عليه وسلم إن الله أمر بيحيى إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بن إسرائيل. إلهي سبحانه وتعالى نبي يحيى وين زكرياها شنك المدود بو أمري إنه كو عمل فره رير بن إسرائيل مركا أو فره إنه كو عمل فلان مركا حديثك وانسوه قامنا يا إنت الدليل كما كان قادنا يا مركا سنبي صلى الله عليه وسلم وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن أنا قلنا واحد أمرها يا شن الله سبحانه وتعالى أمري إن أنا ذيك أمره مركا شنتي نبي إنه كقادنا إن شنتي نبي يحيى مركا ونسك ديننا صوت وسوق عبسنا وياي السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة وعن أمره يا نبي يري السمع أنا اسم قشان محايا لي مقلك أولا اسم مقلا والسبب من أسباب الوحدة تتكو إني مذوبان وإن من نقضان إني إسدقايستان ووحي مصلحة دو كترتو أي إسكدقايستان وعره المهمة كو وكذلك الطاعة وعلى اسكو الداعي مركا وناغ وياي اما معاصي ان اسكو الدعاء مايا وحي الهي سبحانه وتعالى رالي جلنيا ان لا يصدعوا ان امريا والجهاد بين امر يايو قال ان يور اسكو ترى اسكو علسان الى دد المسلمين تادين قال اسكو علين دوشا لا مريا وانا ضعف ما انت جرى المسلمين تهيستا وايا والهجر ان امريا ومد افرادا ان مركا هجروتان او دارتا قالدا ان لا تغو oo dadku qofku marka diintiisa haddu u boqo oo la aado baladka islaamka ee muslimiintu meesha ay joogan hijradu sidaa weeye ee mid uu dameeyso waxay tahay wal jamaa'a waan kulan amraya jamaa'ada fa innahu man faraqa al jamaa'a qayda shibrin qad khala'a ribqata al islaami an unuqihi saasu nabiyyi sallallahu alayhi wasallam waan amraya mid uu dameeyso oo shanti nabigu yiri allah ay amray inaan amro waa jamaacada iyo midowga iyo midnimada iyo inaad mid tihiin waa yahay maxaa yeelay taaka in leeg qofkii macnaha qoortiisa kala baxa diinta islaamka qofkaasi waxa weeyaan